السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء ابغى تلاقي الفيديو ده ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. اليوم معانا شرح بموقع الناس ما تشوفون هذا الموقع اختصار روابط. هذا الموقع نصب فيها نصب واحتيال الناس ما تشوفون اي واحد مشترك فيها يلغيها يلغي الاشتراك فيها وما يختص الروابط ما يتعب نفسه. طبعا موقع كذاب فما يدفع لك ناس ما تشوفون. اذا نروح للدفعات ناس ما تشوفون عندي 130 دولار مثلا، ناس ما تشوفون عندي 134 دولار وعندي 12 دولار الحين سحبت 134 دولار الى الان. ناس ما تشوفون ناس ما تشوفون يعني تروح عند السحب ناس ما تشوفون بيندينج اوكي يعني الارباح معلقه. فالحين صار لي يمكن 10 ايام الارباح معلقه ما قاعد يرسل الى حسابي في بايبل. فالموقع نصاب يا شباب الغوا الاشتراك فيها. ناس ما شفتوا يعني اول شهر ثاني شهر دفع لي، اما ثالث شهر ارباح زادت فخلاص ما قاعد يدفع لي. فانصحكم باي واحد مشترك في هذا الموقع لايت لينك يلغي الاشتراك وما يختص الروابط. موقع نصاب واحتيال. فبس يعني بس هذا هو بنبهكم، بس هذا هو الشرح، هذا هو الفيديو. اذا عجبك لا تنسى لايك الفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.